قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف أن روسيا تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل. قال أيضا سيليانوف أن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 2 إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام. هذا وانخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام بنحو 47% على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري. ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية أيضا بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت بنحو 7 سنتات إلى 82.81 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.85 دولارا. وصل القمح ارتفاعه مقتنصا أعلى مستوى في 5 أشهر بعدما هاجمت روسيا ميناء مطلا على نهر دانوب في أوكرانيا، مما فاقم العراقيل أمام وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر ذلك الطريق الحيوي للتصدير. يأتي ذلك أيضا بعد نحو أسبوع من إنهاء روسيا صفقة الحبوب التي سمحت لأوكرانيا بشحن محاصيلها عبر البحر الأسود. تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في 8 أشهر في يوليو، وذلك مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع حسب ما أظهرت نتائج مسح رئيسي، والمزيد نتابعه سويا في التقرير التالي. مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في 8 أشهر في يوليو، وانخفض مؤشر مدير المشتريات للمنطقة عن عتبة 50 نقطة التي تشير إلى النمو، مسجلاً 48.9 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة في الشهر السابق، وفي الوقت نفسه مسجلاً أدنى قراءة منذ نوفمبر. وبحسب بلومبرج، فإن منطقة اليورو ربما تفادت الوقوع في الركود خلال فصل الشتاء، ولكن مزيجاً من انخفاض الطلب والتضخم القوي يعني أن الاقتصاد فشل في النمو ببداية العام. وقال اقتصاديون إن التصنيع لا يزال نقطة الضعف في منطقة اليورو، حيث خفض المنتجون إنتاجهم مرة أخرى بوتيرة متسارعة في يوليو، بينما لا يزال نشاط قطاع الخدمات ينمو بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه في وقت سابق من العام. من المرجح أن يزيد انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الأشهر المقبلة، حيث يواصل قطاع الخدمات فقدان قوته، ما يعمق التوقعات القاتمة هو هبوط كل من مؤشرات مدير المشتريات للأعمال الجديدة والقائمة بقطاع الخدمات إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ مطلع العام. وبينما يشير ذلك إلى أن حملة تجديد السياسة النقدية القياسية التي يقودها البنك المركزي الأوروبي لترويض التضخم قد تجنب المنطقة ما يسمى بالهبوط الصعب، فإنها تسلط الضوء على المسار الدقيق الذي يتعين أن يسلكه صانع السياسة بقيادة كريستيان لاغارد. وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفا هذا العام عند حوالي 1%. خصصت ألمانيا نحو 22 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، سعيا منها لدعم قطاع التكنولوجيا في البلاد وكذا تأمين إمدادات هذه المكونات الحيوية وسط التوتر الجيوسياسي المتزايد. من المقرر توزيع أموال الدعم المخطط له على الشركات الألمانية والعالمية بحلول عام 2027 على أن تسحب من صندوق المناخ.
مشاهدينا ختام هذه الجولة الاقتصادية، والآن نعود وإياكم إلى زميلة دعاء جاد الحق لاستكمال باقي أخبار نشرة العاشرة. إليك دعاء مرة أخرى. شكرا لك. شكرا لك رغدة على الأخبار الاقتصادية.